بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفصل الأخير في منهج الفيزياء، وهنتكلم عن الكهربية التيارية أو اللي بنسميها الكهربية الديناميكية. كنا اتكلمنا في الفصل اللي فات، الفصل العاشر، كنا اتكلمنا عن الكهربية الاستاتيكية أو الساكنة، وشفنا طبيعتها وشفنا تطبيقاتها، وهنتكلم في الدرس ده إن شاء الله عن الكهربية الديناميكية أو التيارية، وهنخص بالذكر بقى في هذا الفيديو الدائرة الكهربية وقانون أوم. الكهربية التيارية زي ما كنا عرفناها من قبل كده، قلنا إن هي الكهربية اللي بتكون فيها شحنات متحركة خلال الموصلات، وإن الموصل الكهربي ده ما هو إلا مادة يمكن أن تنتقل خلالها الشحنات الكهربية. وكنا بنتكلم عن الفلزات، لو حبينا نتكلم عن الموصلات فإحنا لازم نتكلم عن الفلزات. الفلزات دي بتعتبر من الموصلات للتيار الكهربي، وده بيرجع إلى وجود عدد كبير من الإلكترونات اسمها الإلكترونات الحرة، لأنها بتتحرك متجولة داخل الفلز وضعيفة الارتباط نسبيا بالذرات بتاعتها، فعشان كده بنسميها إلكترونات حرة. وبيسر التيار الكهربي في الفلز ده نتيجة لحركة موجهة، يعني هو الإلكترون بيبقى مرغم إن هو يمشي في اتجاه معين لهذه الإلكترونات، ومع ذلك فهذه الحركة يوجد ما يعوقها، وهنشوف إيه اللي بيعوق هذه الحركة رغم حرية الإلكترونات اللي بتبقى موجودة في هذه الفلزات. أثر وضع موصل في مجال كهربي: لما بنضع موصل في مجال كهربي بتنتقل بعض الإلكترونات الحرة من أحد طرفي الموصل للطرف الآخر في عكس اتجاه المجال الكهربي المؤثر، بينما تظل الأيونات الموجبة ثابتة، وحركة الإلكترونات في عكس الاتجاه ده أو في عكس اتجاه المجال بتكافئ تيارا في اتجاه المجال. يبقى حركة الإلكترونات في عكس اتجاه المجال بتكافئ تيارا في اتجاه المجال. في ملحوظة مهمة قوي، ان المقاومة اللي بيلقاها التيار الكهربي داخل الموصل بتسبب انتقال جزء من الطاقة الكهربية للإلكترونات الى ذرات الموصل، واللي بتقوم بدورها بالتخلص منها الى الوسط المحيط في صورة اشعاع. يبقى المقاومة دي بتخلي ان جزء من الطاقة الكهربية للإلكترونات يتنقل الى ذرات الموصل، وعشان كده عايزة ان هي تتخلص من هذه الطاقة الزيادة اللي جات لها، فتتخلص منها على هيئة اشعاع، وده بالظبط اللي بيحصل في المصباح الكهربي. تعالوا كده نشوف الدائرة الكهربية، ونحاول نشوف ايه هي المكونات بتاعتها وايه وظيفة كل مكون فيها، ونحاول نعرف ازاي الدائرة الكهربية بتشتغل. اولا البطارية، ودي اهم جزء فيها. البطارية الرمز بتاعها العلمي أو اللي احنا بنستخدمه هو الرمز ده كده، حتى انت بتلاقيها مرسومة على البطاريات نفسها، بتلاقي الرمز ده. ده الرمز العلمي بتاع البطارية أو الرمز اللي بيدل عليها. والبطارية دي وظيفتها ايه؟ بتعمل كمضخة، هي القلب بتاع الدائرة الكهربية، كمضخة لدفع الشحنات الكهربية للمرور في الدائرة، حيث ان القوة الدفع الكهربية للبطارية دي بتنتج اصلا عن تغيرات كيميائية بتحدث داخل هذه البطارية زي ما هنعرف لاحقا. اما الاميتر، وده الرمز بتاعه، الاميتر الرمز بتاعه بيبقى عامل كده، ده الرمز بتاع الاميتر، وظيفته هي قياس شدة التيار المار في الدائرة، فلما بينحرف المؤشر بتاعه ده بيكون دليل على مرور تيار كهربي، وعدم انحراف المؤشر بيكون دليل على إن مفيش تيار كهربي بيمر في هذه الدائرة. الحاجة الثالثة وهي الريوستات، وده الرمز بتاعها، ده الرمز بتاع الريوستات، بيبقى بهذا الشكل. والريوستات ممكن نقول عليها اسمها مقاومة متغيرة، يبقى الريوستات أو المقاومة المتغيرة وظيفتها التحكم في شدة التيار، بتعمل بقى كنترول على شدة التيار ده المار في الدائرة الكهربية. طبعا المفتاح، المفتاح طبعا الرمز بتاعه بيبقى كده، ده الرمز بتاع المفتاح، ووظيفته طبعا التحكم في
مرور التيار الكهربي او عدم مروره في الدائره، اما ان انا اقطع او اوصل، اما اون او اما اوف. طبعا اسلاك التوصيل ده طبعا الرمز بتاعها او اي من هذه الرموز المشابهه طبعا يعبر عن اسلاك التوصيل، وطبعا دي وظيفتها توصيل مكونات الدائره الكهربيه معا. دي كانت المكونات الرئيسيه او الاساسيه للدائره الكهربيه البسيطه. طب تعالوا مع بعض كده نحاول نرسم الدائره الكهربيه دي. الدائره الكهربيه لو احنا حبينا نرسمها بناء على الحاجات اللي احنا قلنا عليها، اولا احنا قلنا ايه؟ قلنا بطاريه. طب ادي البطاريه، نرسمها حتى بالرموز اللي احنا اتفقنا عليها. ادي البطارية بتاعتنا، تمام؟ دي كده بطارية، وهي الجزء الاهم اللي بيضخ او بيدفع الشحنات الكهربية عشان تمر في الدائرة. قلنا بعد كده عندنا مين؟ عندنا الاميتر، وادي الاميتر، ده كده أميتر. إحنا بنرسم دايرة كهربية اللي هي يعني الدايرة الكهربية البسيطة جدا في صورتها البسيطة. بعد كده اتكلمنا عن مين؟ عن المفتاح، وآدي المفتاح اللي هو بيتحكم بقى في مرور تيار أصلا من عدمه، إما إن أنا بعمله على وضع أون أو على وضع أوف، فبيمر تيار أو لا يمر. بعد كده اتكلمنا عن مين؟ عن الريوستات اللي هي مين؟ اللي هي المقاومة المتغيرة. يبقى دي كده ريوستات، وكده بقى ان احنا نقفل الدايرة الكهربية مع بعضها. يعني بنحاول كده مع بعض ان احنا الى حد ما نتوصل الى رسم للدايرة الكهربية بأبسط مكوناتها. شروط مرور تيار كهربي في الدايرة: عشان تيار كهربي يمر في الدايرة البسيطة جدا اللي احنا رسمناها دي لابد من حاجتين. أول حاجة وجود دايرة مغلقة تكون بمثابة ممر موصل للتيار الكهربي. الحاجة الثانية وجود بطارية أو مصدر آخر للجهد. ده ليه؟ عشان تعمل كمضخة لدفع الشحنات، زي ما قلنا إن هي القلب بتاع الدايرة الكهربية اللي بيضخ فيها مين؟ الشحنات الكهربية اللي بتمر أصلا في الدايرة. التيار الكهربي، التيار الكهربي بناء على اللي احنا قلنا ده ايه؟ هو فيض من الشحنات الكهربية بيسري من احد طرفي الدائرة الى الطرف الاخر، والتيار الكهربي بيسري من القطب الموجب الى القطب السالب خارج المصدر، وهو عكس اتجاه الالكترونات، وده اللي اصطلح عليه في الاوساط الفيزيائية او في لما بنحب نتكلم عن مرور التيار الكهربي في الدائرة. شدة التيار الكهربي اللي الرمز بتاعه I. شدة التيار الكهربي هو كمية الشحنة اللي بتمر خلال مقطع معين من الموصل في زمن قدر 1 ثانية، أو هو المعدل الزمني لسريان الشحنات الكهربية عبر مقطع معين من الموصل. وبتتعين شدة التيار من العلاقة اللي بتقول إن I بتساوي Q على T، حيث الكيو دي هي كمية الشحنة الكهربية المارة خلال مقطع معين من الموصل، وتي هي زمن مرور التيار في الثانية. ووحدة قياس شدة التيار هي الأمبير A، وتكافئ سي على S أو كولوم على سكند. ومن هنا نقدر نقول إن الأمبير هو شدة التيار الكهربي المار في الدائرة كهربية لما يكون معدل سريان كمية الشحنة الكهربية فيها 1 كولوم في الثانية، يبقى هو ده تعريف الأمبير. وتقاس شدة التيار الكهربي في الدوائر الكهربية بجهاز اسمه الأميتر، وهو يوصل على التوالي في الدائرة الكهربية. خلص الدرس النهاردة، لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة إن أنت تراسلنا، معنا فهم نتعلم ببساطة، وإلى اللقاء.